8 انش موجودة قبل كده، اللي هي التاب بانل. التاب بانل مثلا هشوف مثال ليها، هختار الانفو، هنلاقيه حاطط لنا الانفو موجودة زي ما انتم شايفين مع الالاين والترانسفورم، لان التلاتة مرتبطين ببعض فهم قالوا نحطهم مع بعض. انت كمان تقدر تعمل تاب بانل او تضيف تاب تانية للبانل دي. مثلا انا هختار اللايبرري، هحطها هنا كده شوية وهقول له جروب ويز. زي ما انتم شايفين الاين وانفو ترانسفورم موجودة اهي تحت، هنكليك عليها هنلاقي جماعة لي اللايبرري اللي كانت بانل لوحدها مع الالاين والانفو ترانسفورم. هرجع دي مكانها كده. اوكي، في حاجة تانية، السبيس الورك سبيس بتاعت الفلاش ممكن تبقى اوسع من كده. لما انت تحاول تبقى عندك اوبجكت كتير على الستيج ومحتاج ان انت تعمل زومين كتير وشغال في سبيس كبير جدا وعندك اوبجكت كتيرة على الستيج ومحتاج مكان عشان تشوفهم كلهم بوضوح، فممكن تكليك اف 4، شورت كات اسمه اف 4. لما بتكليك على اف 4 بيخفي كل البانلز اللي قدامك، تمام، وبيسيب لك الورك سبيس والتايم لاين. اف 4 تاني بيرجعهم تاني مكانهم. في حاجه تانيه، ان انت في سهم اهو صغير سبيسر ما بين الكانفاس واللايبرري، تمام، هنكليك عليه هيقتص جزء كبير جدا من مساحه المونيتور ويكبرها لك يضيفها لك لمساحه الشغل. ممكن ارجعها تاني برضو نفس الجزء اللي تحت. احنا عندنا الاكشن والبروبرتيز، هنكليك عليها برضو فممكن توفر لنا حجم كويس جدا. حاجه تانية، ان الجزء ده لو انت عندك تايم لاين ما فيهوش حاجه كتير ومحتاج ان انت تشوف خط واحد بس اللي موجود فوق، انت ممكن تعمل كده، تمام، تصغر الحجم زي ما انت عايز. والجزء ده مهم جدا لان انت هتتفاجئ بان انت بتشتغل فعلا في حاجات كتير ومحتاج كل السبيس بتاعك عشان تشوف الشغل بتاعك وهو محطوط على الستيج. في حاجه تانية كنت نسيت اقولها، الجزء ده الرصاصي ده، اوكي انا هصغر ل 25%. الجزء الرصاصي ده اسمه بيست بورد. البيست بورد ده اقرب ما يكون للكواليس بتاعت المسرح. كواليس المسرح ان في اكتر او ممثل بره على الكواليس، في الكواليس او ظهر المسرح مستني التايم بتاعه عشان يخش يأدي دوره وبعد كده يخرج تاني يروح الكواليس. البيست بورد جزء من الفيلم رغم ان هو مش ظاهر مع التايم، لكن ده جزء من الفيلم. نشوف حاجه تانيه.